بالدرس السابق توصلنا إلى عامل القوي الكثيرة في نظرية ماكسويل. طبعا نظرية ماكسويل تنتج بسهولة، طبعا تلسكتين كهربائي، الساق الذي يمر فيها تيار كهربائي I وخاضع لحقل مغناطيسي B عمودي على مستلسكتين، هذه الساق تخضع لقوة لابلاس القوة الكهرتيسية. هذه القوة تسبب انتقال للساق. إذا تنتقل الساق الأفقي مسافة دلتا إكس، دلتا إكس. إذا قوة تسبب انتقال يكون لها عمل، العمل طبعا والعمل موجب محرك أكبر من الصفر. العمل طلابنا يساوي القوة ضرب الانتقال، إذا W تساوي F دلتا X. إذا عمل القوة الكهرتيسي، عمل القوة الكهرتيسي نظرية ماكسويل. طلابنا الساق التي يمر فيها تيار كهربائي في تجربة السكتين وخاضعة لحقل مغناطيسي، فإنها تتأثر بقوة كهرتيسي F. هذه القوة تسبب انتقال حركي للساق، انتقال مسافة دلتا X. قوة تسبب انتقال يكون لها عمل، والعمل محرك موجب. العمل يساوي القوة ضرب الانتقال، القوة في الانتقال W تساوي F بدلتا X. F I في L في B في ساين البيعة 2، طبعا ساين البيعة 2 واحد. إذا الـ W العمل يساوي I في L في B في دلتا X. طلابنا دلتا X بـ L هو، إذا دلتا X بـ L هو دلتا S مقدار تغير السطح المغلق. إذا مقدار تغير السطح المغلق. إذا كما نشاهد على الشكل أن دلتا إس يساوي دلتا إس مقدار زيادة السطح المغلق. إذا كان في الوضعية الأولى انتقل إلى الوضعية الثانية مسافة دلتا إكس، إذا دلتا إكس ضرب إل طول الساق بيعطيني دلتا اس مقدار تغير او زياده السطح المغلق. يمكن ال بدلتا اس يساوي دلتا اس. تصبح العلاقه العمل يساوي اي في بي اس، اذا اي في بي في دلتا اس. طب بي بدلتا اس يساوي دلتا فاي التدفق. نحن انه تدفق فاي بي اس بكوساين الفا. طلاب هون الفا صفر، الزاويه بين الناظر كوساين واحد، لذلك فاي التدفق يساوي بي بي اس. الآن عندما يتغير السطح يتغير التدفق. B في دلتا S علاقة، إذا دلتا فاي إذا B بدلتا S هو دلتا فاي، دلتا فاي تغير التدفق. إذا ويصبح لدينا W العمل يساوي I بدلتا فاي، إذا I بدلتا فاي. طلاب نص ماكسويل تقول هذه النظرية عندما تنتقل دارة أو جسم دارة ضمن حقل منظم، فإن عمل القوة الكهرتيسية المسبب لهذا الانتقال يساوي جداء شدة التيار في تزايد التدفق المغناطيسي الذي يجتازها. طلاب حفظ نص النظرية سهل ما نصعب. أنا بقرأ العلاقة، أقول عندما تنتقل دارة أو جزء من دارة في حقل مغناطيسي منتظم فإن،
إذا عندما تنتقل دارة أو جزء من دارة كهربائي في حقل مغناطيسي منتظم، فإن العمل عمل القوة الكهرطيسي المسبب لهذا الانتقال يساوي شدة التيار تزايد الحقل المغناطيسي الذي يجتازها. نعم، في تزايد التدفق المغناطيسي الذي يجتازها. إذا بالنسبة لنظرية ماكسويل، أصل النظرية بتحافظ عندما تنتقل دارة كهربائية أو جزء من دارة كهربائية في حقل مغناطيسي منتظم، فإن عمل القوة الكهرطيسية المسبب لهذا الانتقال يساوي جداء شدة التيار في تزايد التدفق المغناطيسي الذي يجتازها.